مرحبا بكم في حلقة جديدة ومع موضوع جديد، وهذه المرة يتعلق الأمر بالمادة 49. وأنا دائما أستعرض حالات من حالات فسخ الصفقة أو ما يسمى بلا ريزيليسيون. à chaque fois je vous présente un cas parmi les cas qui déclenche le processus de la résiliation. اللي كاين من خلال المادة 49 كيتعلق الأمر بلا سيساسيون ديال لي ترافو في إطار الصفقة، بمعنى الإيقاف للأشغال داخل الصفقة، وهي لا سيساسيون ديال لي ترافو كما جاءت في المادة 49 من دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال المرسوم ديال 2016. كتعرف بهذا الإيقاف هو إيقاف نهائي للأشغال أو لإنجاز الصفقة، إما كيكون قبل يعني إعطاء الأمر بالخدمة لإنجاز الصفقة، أو في خلال المدة اللي كتدخل فيها الإنجاز ديال الصفقة. فالإيقاف ما معناه بصفة نهائية؟ بمعنى إنهاء الصفقة، وبالتالي هنا كيكون حالة من الحالات التي تؤدي إلى فسخ التعاقد بين الشركة والمقاولة وبين صاحب المشروع. بمعنى هنا ان بروسيسوس كي سو ديكلونش سي لا ريزيليياسيون ديال لو مارشي. بصفة أوتوماتيكية عند الإيقاف النهائي للأشغال كتكون يعني الإعلان عن فسخ الصفقة أو ما يسمى لا ريزيلياسيون. هو اللي خص المقاولات والشركات يحتاطوا من واحد المسألة، ملي كيكون واحد الإيقاف نهائي للأشغال من داخل واحد الصفقة، لابد من التوصل بالإشعار، لابد بالتوصل بأمر بالخدمة مع الإشعار بالتوصل اللي من خلاله صاحب المشروع كيعلن وكيقوم بالإعلان ديالك عن التوقيف النهائي لإنجاز الصفقة. وهكذا إذا كان يعني هناك ضرر، فالمقاول أو الشركة اللي مسند له الصفقة له الحق في المطالبة بالتعويض في واحد الأجال ديال 40 يوم. يعني أي طلب تعويض ما يمكن له يتقبل إلا داخل الأجال ديال 40 يوم. ثم هناك الإجراء الثاني، وهو كي صاحب المشروع كيكون مجبر بالقيام ب تسليم المؤقت للأشغال، وبالتالي كيتم حصر القائمة ديال الأشغال اللي تم الإنجاز ديالها واللي دخل عليها يعني إجراء ديال التوقيف النهائي للأشغال. ثم كتجي من بعدها التسليم النهائي في الوقت اللي كيمر على مدة الضمان اللي كيكون منصوص عليه داخل الصفقة، وكبند لحماية صاحب المشروع في الأشغال المنجزة. فأيضا كيدارو دي زاتاشمون، يعني واحد الغلوفي ديال لي كونتيتي اكزيكوتو، الكمية ديال الحصر، كيكون واحد الحصر ديال القائمة ديال الأشغال اللي تم الإنجاز ديالها، وبالتالي كيقوم صاحب المشروع بعد المصادقة عليه باش يأدي لو ديكونت ديال داك الأشغال المنجزة. الغاية من هاد التقديم كان هو استعراض حالة من بين الحالات الأخرى اللي كتأدي إلى فسخ الصفقة أو ما يسمى بلا ريزيلياسيون، لأن لا ريزيلياسيون هي في التعريف ديالها غير محدودة في المادة 69 من المرسوم المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال. فهناك مجموعة من الحالات كي سو ديكلونش واللي كيجيو واللي كيكونوا يعني سبب من الأسباب اللي كيؤديو إلى فسخ العقدة.
هو المعلومة هو شريط الفيديو موجه لإخواننا المقاولين والشركات، وكذلك الأطر الإدارية العاملة في قسم المحاسبة وقسم الميزانية وكذلك قسم الصفقات والمشتريات العمومية. فإلى هنا أستودعكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى ومع معلومات أخرى ومع حالة أخرى من فسخ العقدة أو فسخ الصفقة.